Dans son discours, le président tunisien ordonne aux forces de l'ordre de ne plus tirer sur les manifestants. Il s'engage également à ne pas se représenter lors de la prochaine élection présidentielle en 2014, lui qui est à la tête de la Tunisie depuis près de 25 ans. Le chef de l'État tente également de répondre aux aspirations profondes de la population. Il annonce notamment une liberté totale de la presse et d'accès à Internet. Les sites Dailymotion et YouTube étaient d'ailleurs de nouveau accessibles jeudi soir en Tunisie. Autre engagement, la baisse du prix des produits de première nécessité, comme le lait ou le pain. Si certains opposants sont plus que sceptiques et craignent des promesses sans lendemain, les réactions sont plutôt positives. Agréablement surpris, il y a deux questions qui se posent. D'abord, comment ce programme va-t-il être mis en œuvre? De cette question dépend une deuxième, celle du rétablissement de la confiance. Les réactions sont plutôt positives. Agréablement surpris. Il y a deux questions qui se posent. D'abord, comment ce programme va-t-il être mis en œuvre? De cette question dépend une deuxième, celle du rétablissement de la confiance. Mohamed Ghannouchi, Kamel Mourjane, Mohamed Nouri Jouini, Afif Chalbi, هؤلاء كوادر مقتدرة نظيفة يعتز بها كل تونسي يعتز بها كل تونسي يعتز بها كل تونسي. من يتهمهم بالفساد يكذب عليهم ويكذب على تونس. أتحدى أي تونسي، أي تونسي يقول محمد غنوسي في العشر سنين هذه يسرق دينار أو سهل سرقات أو تورط في القمع. أتحدى أي تونسي يقول محمد النوري الزويني وزير الاقتصاد سرق أو خد أو سهل أو كذا. أتحدى أي تونسي يجي يقول كمال مرجان إنسان مصق في أي جهة من جهات. أتحدى أي تونسي هالناس هذوما اللي يكونوا معنا في الحكومة يقول أنهم كانوا دستوريين متعصبين. لا، هذا الدستوريين ضعف. في حديثكم بكري سيد الوزير على الخالي المرشد اللي يحب يترشح للرئاسة يترشح ذكرت سيد كمال مرجان. نعم، أنا نؤمن بأنه قلتها وقت كان في الحكومة ونعودها الآن، كادر من أرفع الكوادر التونسية، نظيف من أنظف الناس اللي عرفتهم، كفء سياسيا، هو اختار أن يستقيل واستقال قبل أن تتشكل الحكومة، وهو معناها محتفظ بحقه المطلق في المشاركة في الحياة السياسية، وإلى فما حد يحكم عليه هو الشعب، وموش خلينا نسكت. الناس اللي رمزت إلى الفساد هي محل اعتقال في تونس ومحل تتبع في العالم. هؤلاء الناس وضعت يد الدولة التونسية على كل أملاكهم، على ديارهم، على الأرصدة البنكية، على المجوهرات، على الديار، على المساكن، على الشركات، على الرقاع، كل ما كانوا يملكوه واللي هم كنسوه سرقة ونهبا للشعب التونسي. وقع استرجاعهم منه ووقع تجميدهم في الدول الغربية. الدول الغربية أمين العام لمجلس التعاون هو اللي رايح. مرحبا بك. مرحبا بك في تونس. أنت وضيافك كلها على رؤوسنا خويا. صحيت ما تشيلكش الأرض كما قال الأخ المصري نشيلوك على رؤوسنا، كنا عرب في بعضنا. وخيال كل ما مطلب من الشعب التونسي من مواطنة تونسية تنتمي إلى القطر التونسي اللي هو أخوكم. على رأسك. الأموال تاع التوانسة اللي عندكم في البنوك الإماراتية وقتاش ترجعوهم لنا؟ ستي نحن نحتاج إلى المحاكم التونسية. نحتاج أمر قضائي. نحتاج أمر قضائي من المحاكم التونسية. أمر قضائي من المحاكم التونسية. التونسية. ما يعني بطريقة أخرى نفسر الجملة ديك أن المحاكم الجانب التونسي لم يقم بالمطلوب منه قضائيا. صح. لم تأتينا. تقصير بين الظفرين من الحكومة المؤقتة. تفسيرها يمكن تفسيرها. لا لا لا. خليني أوضح. لم يأتينا أمر من الجانب التونسي. لم يأتينا أمر من الجانب التونسي. لم يأتينا أمر من الجانب التونسي. يعني تعتقدون أنه لا يجب حل حزب تجمع الدستور الديمقراطي كما يطالب بذلك الشارع التونسي؟ يمكن أن يطالب الشارع التونسي بما يريد. يمكن أن يطالب الشارع التونسي بما يريد. يمكن أن يطالب الشارع التونسي بما يريد. ولا أجاريه إن كان يخطئ.
هل الحزب الدستوري الديمقراطي ليس مطلب شرعي؟ هل الحزب الدستوري الديمقراطي ليس مطلب شرعي؟ هل الحزب الدستوري الديمقراطي ليس مطلب شرعي؟ إذا نتولي 13 من هذه صرفت تسبيقات لكل عائلة الشهداء 20,000 دينار، 20,000 دينار ما تمثل حتى شيء، هي مجرد إشارة، رانا مناش نسيكم، وصرفت كل مجروح لكل مجروح 3,000 دينار، 3,000 دينار ما تمثل حتى شيء، هي مجرد رسالة، أيها الجرحى، أراكم أبنائنا وألامكم هي ألامنا. وقع رصد جملة نص مليار دينار، كلام فارغ عينا من الأرقام. وقع رصد جملة نص مليار دينار، كلام فارغ عينا من الأرقام. وقع رصد جملة نص مليار دينار، كلام فارغ عينا من الأرقام. المهم أن الناس اللي تحطت البراوة متاحهم وتهدم التحوينة متاحهم والمعامل الصغيرة متاحهم، لكن الناس اللي ما عندهم المورد رزق اللي شايفهم بيه كل يوم، سيقع التعويض الكامل لهم في الأيام القليلة القادمة. في الثلاثة أيام هذه عملت 3 اجتماعات عامة، واحد في 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 صفاقس حضروه بين 8,000 و9,000 مواطن. في الثلاثة أيام هذه عملت 3 اجتماعات عامة، واحد في 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 صفاقس حضروه بين 8,000 و9,000 مواطن. مازالوا 4 كيلو. مازالوا 4 كيلو. اي معناتها شنو الكار هذيا؟ صغيرة صغيرة. فين ماشيين؟ ماشيين شكون تم صغيرة؟ وين جايين؟ كل صغيرة. في جايين؟ ها؟ كل الصغيرة. تموت عمر شكون؟ صغيرة. تموت عمر شكون؟ صغيرة. تموت عمر شكون؟ لشكون جيتوا اليوم انتم؟ لشكون جيتوا اليوم؟ الله اعلم. بنتي بنتي سمير رمضان سمير جسيم. لشكون جيتوا اليوم انتم؟ لشكون جيتوا اليوم؟ الله اعلم. بنتي بنتي سمير رمضان سمير. هذا الشباب اللي جابوا نجيب الشابي للمسرح الصيفي في الشط، اكبر دليل اللي هما جابينه في كيران، حتى شي يقول ما نحفوش عليه. أكربوك ودربوك وجو ملا جو فراح بعليه مواطن ومستعيب راح يحكي وجاب ما عنده، قال لك احنا اصحاب الثورة واحنا عملنا ثورة، هو ما يشتح ويرقصوا غنوا ورقصوا الله مرحبا. لا مشروع البي دي بي يا حوات على المشروع البي دي بي ورسيوا مشروعهم. أنا أتوسم الخير دائما وفي سي الباجي القايد السبسي على وجه الخصوص، لأنه شخصية سياسية عندها تجربة طويلة، وهو شخص أمين ويتولى إدارة الشأن التونسي، وأعتقد أنه سيكلم الشعب التونسي بالصدق. هذا ما أتوقع وهذا ما أنا أسأل، هل كان على مستوى اللغوي، على مستوى الخطاب، على مستوى نجاعة الخطاب، على مستوى أنه هل الخطاب هذا يمس الناس ولا؟ يعني بقدر ما مس الراشد طبعا. انا شخصيا ادخل علي الارتياح، لانه كما قال سي فرحات كان مباشر وما كانش فيه لف ولا دوران، وضع النقاط على الحروف، وبالتالي ما لازمش تحكم على الراي العام تو نسمع بعد الحصه هذه، لكن اعتقد انه سيدخل الارتياح على الراي العام لانه اجاب على كل الاسئله. هي وزاره التنميه الجهويه، لاني انا بالنسبه لي لا نحب وزاره خارجيه ولا نحب الرونق ولا البيروات. نحب ال 24 ساعة ولا بنتالة ورجال تطويل ومدنين وزرزيز وجندوبة والفريانة وفرنانة وفوسانة. فعلا الناس تسأل فيا هل ترى هذه حملة انتخابية؟ هذه امتحان خطير، كان نجحت تنجم إلى بشرطين، إلى نجحت وإلى ترشحت نجم تخدم، ولكن إلى كان فشلت 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 فشلت